بين أربيل والصناعات الكهربائية اللي تنتهي بفوز الضيف فريق الصناعات بثلاث أهداف مقابل هدفين لنادي أربيل. ولاحظ هذا الأمر الغريب جدا، دخول الجماهير، الاعتداء على الحكام داخل الملعب، غريب جدا هذا الأمر. ومشكلة مشكلة هذا الأمر، وحلوة لكوفن اللي حاول أن يحمي حكم المباراة والطاقم التحكيمي من جماهير أربيل وبعض الإداريين من نادي أربيل. يا أخي مشكلة الفريق، يعني فوز وخسارة هذه واردة في كرة القدم، يعني ما معقولة أنه بهذه الطريقة، وكان في مباراة فرق شعبية، حتى في مباريات الفرق الشعبية ما يحصل مثل هذا الأمر، يعني غريب جدا في دوري عام، دوري مؤسساتي، أنه بهذه الطريقة بهذا الشكل كل ينظر، دخول الجماهير، الاعتداء على الطاقم التحكيمي. ما نقول غير الحمد لله على سلامة الحكام وعودتهم بسلامة من أربيل، عودة الحكام بسلامة، وأيضا فريق الصناعات الكهربائية أيضا العودة بسلامة من محافظة أربيل. يعني هذه المرة أكثر من مرة تتكرر هذه الحالات، وخصوصا في ملعب أربيل، في ملعب أربيل مع الأندية ومع الحكام. يعني إلى متى يستمر هذا الأمر وتستمر معاناة الأندية والحكام في ملعب فرنسا؟